السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه انفورنيا، موقع بتقدر تشتغل. كان شغال على برامج مثلا ريفيت والاركيكاد 2D و3D، ده الفلور بلان، ده ال3D بتاعه، وتقدر تشتغل بسهولة من غير ما تسطب أي حاجة على الجهاز. ممكن تكون في شغلانة مطلوبة منك، حد بعت لك لوحة اوتوكاد او لوحة ريفيت عايز تعدل فيها، فبكل بساطة ترفع الملف ده وتقدر تعمل كل التعديلات اللي انت عايزها. ممكن تبدأ شغلانة من الصفر وتضيف كل حاجة انت عايزها. زي ما انت شايف كل التولز اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة. يعني خليها مثلا ندخل على اركيتكتشر، فتلاقي كل الادوات اللي انت متعود عليها او ممكن ان انت تحتاجها موجودة. مثلا عايز تزود باب مثلا، كل عليك هتحدد الباب وتيجي هنا وتحدد الماس بتاعه والثيكنس وتحط الباب بتاعك. الشباك كذلك بالأبعاد اللي انت عايزها، بالارتفاع من الأرض وكل حاجة. عايز ترسم ريل مثلا في أي مكان، تبدأ ترسم الريل بتاعك، هتقول له لاين وتبدأ ترسم زي ما انت عايز. خلصت هتقول له ابلاي، يبدأ يجيب لك التولز اللي كانت موجودة قبل كده. فهو مثله ان هو خفيف وسهل جدا ومش محتاج ان انت تسطبه. تقدر تحط كل اللي انت عايز تعمله، تقدر تكبر تصغر زوم اركتكتشر، وهتلاقي كل التولز، روف بيم، عايز ترسم سكتش، عايز ترسم اي جريد مثلا. عايز ترسم سيركل، اي حاجة انت عايزها. خلصت شغله، عايز تعمل ريندر 3D او صورة او جاليري او تعمل اكسبورت للصور، مفيش مشكلة خالص. دي كل الافيشنس اللي موجودة، اللي انت رسمته خلاص الافيشن كله موجود اهو. واي تعديل بتعمله في اي الافيشن بتتعدل على طول في قلب البلان بدون اي مشاكل خالص. تقدر لو حابب تعمل اكسبورت ك GLTF، فده تقدر تصدره وتقدر تعمل له رندر او تقدر ان انت تطبعه بدون اي مشاكل. دي هنا غرفة الكيتشن، ممكن تقول له انا عايز اشوف الجراوند كله، لو في حاجة تانية احنا مرسمينها في الجراوند. طب انا عايز اشوف المبنى مثلا واحد كله، لو في اكتر من مبنى.